بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بنستكمل حديثنا مع كورس الخرسانة المسلحة Reinforced Concrete Design من خلال مشروع تيسير، وهو أحد مشاريع الأكاديمية لتبسيط العلوم. ما زلنا مع الخرسانة واحد Reinforced Concrete Mechanics and Design Part B Chapter 7 Reinforced Concrete Columns، المحاضرة 14. بنستكمل حديثنا عن الانتراكشن دايجرام، ويمكن احنا اخذنا يعني طولنا شوية مع الانتراكشن دايجرامز لاهميتها. طبعا احنا هنستخدمها ان شاء الله يعني بكثرة في تصميم الرينفورسد كونكريت كولمز والشير وولز. احنا يعني حاولنا ان احنا نتعلم ازاي نعمل انتراكشن دياجرام. يمكن احنا فيما بعد هيبقى دورنا ان احنا نستخدم الدياجرامز فقط، لكن مهم ان الواحد يعرف ازاي الدياجرامز بتتعمل وكده، ويتعرف على يعني الاجزاء المهمه بالنسبه للانتراكشن دياجرام. طبعا في اكتر من طريقه قلنا قبل كده اقدر بيها يعني ابني او اعمل انتراكشن دياجرام. يمكن احنا اخذنا ما يعرف بالسترين كومباتيبلتي سوليوشن، ومن خلاله نقدر يعني نرسم الانتراكشن دياجرام قطاع مستطيل، مربع، قطاع دائري، او اي قطاعات اخرى زي قطاعات الشير وولز مثلا، ممكن قطاع ال او تي او سي. الفكره بسيطه مبنيه على ان انا بفترض توزيع السترين، برسم شكل الدياجرام للسترين. طبعا انا عارف السترين في الكومبريشن بيكون ات فيلير 3 من 1000. بفترض المسافه سي من الكومبريشن فايبر للنيوترال اكسس، وبالتالي اقدر ارسم شكل السترين. بالنسبه للتناسب اقدر اعرف السترين في اي لاير من اللايرز للحديد على حسب بعدها عن الكومبريشن فايبر. لو عرفت السترين اقدر اجيب الاستريس من الاستريس سترين كيرف، وبعدين اضرب الاستريس في الاريا اقدر احسب الفورس. بيبقى عندي في النهايه مجموعه من الفورسز كومبريشن وتنشن، اعمل سمشن اجيب القوه بي، وبعد كده اخد العزوم اعمل سمشن اجيب العزوم. يبقى لكل سترين دياجرام انا بفترضه بفرض المسافه سي انا بقدر احسب ايه كوردينيت على الانتراكشن دياجرام ام و بي. يعني احنا سي لو اخذنا البوينتس المهمه على الدياجرام هلاقي عند كل بوينت في احداثي مختلف عن البوينتس الاخرى، بلاقي ام و بي، وبالتالي هيكون في سترين دياجرام يعني لنفس لكل نقطة بيختلف عن النقاط الأخرى وكده. يعني لو أنا عند البوينت A بيكون عندها بيور اكسيال لود، مفيش مومنت، فبيكون السترين دياجرام يونيفورم كومبريشن، والقيمة بتوصل لثلاثة من 1000 عند الكولابس وكده. بعد كده في نقطة مهمة أيضا، نقطة بي، بيكون عندها السترين دياجرام عبارة عن مثلث كله كومبريشن، القيمة تحت بزيرو، مفيش تنشن، فوق 3 من 1000. طبعا بوينت بي دي بيكون عندها الكراكنج على وشك الحدوث. ليه؟ لأن السترين تحت بزيرو، يعني المفروض ان هو هيبتدي يقلب تنشن، وانا فرض ان الخرسانه ما بتشيلش تنشن. بعد كده بتنقل للبوينت سي، بيكون عندها السترين 3 من 1000 في الكومبريشن، وات ذا سيم تايم يعني في نفس اللحظه بيكون الحديد على اول اليلد. بوينت بي سي هي بتمثل البلانسيت فيلير، قبلها بيبقى في كومبريشن فيلير، بعديها بيكون في تنشن فيلير. بعد كده بتنقل البوينت دي، دي عندها سترين دياجرام اخر 3 من 1000 في الكومبريشن، لكن طبقا للكود الامريكي انا بفترض ان السترين في التنشن في الحديد تحت عند اخر او ابعد لاير من اللايرز بتاعت الحديد قيمته 5 من 1000. وعند الدي بيكون الفيلير بيكون داكتايل، يعني بيكون عندي تحذير كافي، هو تنشن فيلير طبعا، لكن بيبقى الدكتيليتي عنده اعلى، بيبقى فيه تحذير كافي قبل الانهيار. بعد كده بتنقل للبوينت اي، وعند اي طبعا على العكس من ايه عندها بيور مومنت، مفيش
ايه اكسيال ايه، مفيش اكسيال لود. واضح طبعا ان الفكره بسيطه، هو ان انا بفترض شكل السترين، ومن شكل السترين اوصل في النهايه لكوردينيت زي ايه وبي وسي ودي واي، ووصل بينها، وفي النهايه بنرسم ايه الانتراكشن ديجرام. الانتراكشن ديجرام من الموضوعات زي ما قلنا المهمه. انا هستخدم الديجرامز في تصميم الاعمده، وفيما بعد في تصميم الشير وولز. لكن واضح طبعا ان انا عشان في كل مساله، لو عندي بقى مبنى وفي اعمده وفي شير وولز والقطاعات متغيره وكده، فعشان اعمل انتراكشن ديجرام بالاسلوب دوت لكل عمود او لكل قطاع، فعمليه صعبه وكده. لكن طبعا البرامج بتساعدنا. فطبعا احنا فيما بعد اكيد هنستخدم الايتابس مثلا في ان انا احل المنشأ في ال 3 دي في الفراغ. يعني انا بعمل 3 دي موديل للمنشأ، بيكون في اعمده وفي شير وولز وكده. الميزه في الايتابس ان البرنامج بينشئ لكل عمود او لكل قطاع انتراكشن ديجرام، وبعد كده بيستخدم الديجرام في ان هو يحسب الحديد وكده، ايضا للشير ايه وولز. فطبعا الموضوع اصبح بسيط جدا وسهل. لكن طبعا الواحد المفروض يكون فاهم الامور ماشيه ازاي وكده. يعني يمكن هم ايضا الشركه اللي عملت الايتابس هي سي اس اي، بعد شويه اخذوا من الايتابس الجزء اللي هو بيخص تصميم الاعمده والشير وولز، وعملوا برنامج صغير سموه سي اس اي كالم. البرنامج ده ممكن انت عن طريقه تصمم عمود او شير وول طبعا باستخدام الانتراكشن دياجرامز وكده يعني. لكن طبعا انا لو بحل المساله بالايتابس، فانا مش محتاج ان انا اخرج واروح للسي اس اي كلام. لا، انا بلجأ للبرنامج الصغير ده لما بيكون عندي حاله منفرده كده ايه لحالها وكده يعني. يعني قبل ما نستكمل الحديث، كان في بعض المفاهيم كده او الديفينيشنز كنت محتاج ان انا يعني اعيد النظر فيها، او يعني نتعرض لها بشيء من التفصيل اكثر مما سبق وكده. يعني في اول حاجه اكسس اوف اي بيندنج، طبعا انا بيكون عندي في مومنت، وبالتالي المومنت ده بيلف حوالين محور، او المومنت هيعمل بيندنج حوالين الايه، حوالين محور ما. فبالتالي بقى في اكسس اوف ايه اوف بيندنج. يعني هتخيل مثال كده، لو انا عندي قطاع مستطيل وعندي حمل بي التيميت، والحمل ده كان اكسنتريك، يعني في اكسنتريستي، بس في اتنين اكسنتريستي، يعني هو مترحل في الناحيتين، مترحل اكسنتريستي اي واي، ومترحل اكسنتريستي تانية اي اكس. فطبعا انا ممكن اشيل القوة بي واستبدل القطاع ده بقطاع مكافئ، بنقل القوة بي في المركز بقوة وعزمين بقى هنا. ليه؟ لان في ترحيل اي واي وفي ترحيل اي اكس، فانا نقلت القوة بقوة بي التيميت عند التقاء المحورين، واصبح في هنا ايه تو مومنتس، في ام التيميت اكس وفي ام التيميت واي. طبعا المومنت اللي هو الام التيميت اكس هيبقى عن طريق انا بضرب القوة في المسافة اي واي، وتلاحظ ان المومنت ام التيميت اكس اتسمى ام التيميت اكس لان هو بيلف حوالين محور ايه اكس اكس، بيلف حوالين محور اكس اكس. يبقى الاكسس اوف بيندنج للام التيميت اكس هو محور اكس اكس، وفي مومنت تاني اللي هو الام التيميت واي اللي هو حاصل ضرب القوة بي التيميت في المسافة اي اكس، والمومنت ده تسمى ام التيميت واي لانه بيلف حوالين محور ايه واي. وبالتالي يبقى الاكسس اوف بيندنج للام التيميت واي هو ايه المحور واي واي. يعني نخلي بالنا لما يكون عندي عزم اقدر احدد العزم بيلف حوالين محور اكس ولا حوالين محور واي، وبالتالي اقدر اعرف فين الاكسس اوف بيندنج المقابل للعزم. تعال نشوف المشكله دي، يعني ليه احنا يعني اعدنا النظر في الموضوع دوت. طبعا احنا قلنا القوه بي المترحله اي اكس واي واي انا بستبدلها بقوه وايه وعزمين. يبقى عندي قوه بتاثر في المحور
بي التيميت، واحنا فاكرين عشان ندخل الانتراكشن ديجرام ان احنا بنقسم البي التيميت على الاف سي يو في البي في التي. طبعا البي في التي اللي هي الاريا، طبعا انا لما بقسم على اريا مش فارق معايا مين البي ومين التي. فلو انا افترضت في المساله اللي احنا قدامنا ان العرض الصغير الافقي هو البي وان العمق او البعد الراسي هو التي، فمش فارقه الاريا، تقول بي في تي او تي في بي مش فارق لو انت بتقسم البي التيميت على الاف سي يو في البي في تي. طيب تعالى بقى نشوف، لو انا عندي كان المومنت هو اللي بيلف حوالين محور اكس، يبقى الاكسس اوف بيندنج هو المحور اكس اكس. في الحاله دي انا هقسم الام التيميت اكس على الاف سي يو في البي في التي تربيع. هنا بقى احنا بنربع مين؟ هنا في ضلع، انا عندي ضلعين، ضلع صغير وضلع كبير، وانا عندي في مومنت ام التيميت اكس والاكسس اوف بيندنج الافقي اللي هو محور اكس اكس. فالمفروض الضلع اللي بيتربع اللي هو ايه؟ ذا ديبث بيربنديكولار تو ذا اكسس اوف بيندنج، اللي هو البعد العمودي على ايه؟ على الاكسس اوف بيندنج. فمع ام التيميت اكس بيكون الاكسس اوف بيندنج هو محور اكس اكس افقي، وبالتالي البعد او العمق العمودي على الاكسس اوف بيندنج هيبقى التي، يبقى ده اللي يتربع. لو انا اتنقلت للام التيميت واي هيبقى الاكسس اوف بيندنج هو البعد الراسي او المحور واي واي، يبقى انا هنا اقول ام التيميت واي على الاف سي يو تي في البي تربيع. انا هنا هربع البي اللي هو الصغير لان البي هو هنا العمودي على الايه؟ على الاكسس اوف بيندنج. يبقى انا دايما بشوف فين المومنت، ومن المومنت احدد الاكسس اوف بيندنج، وبعد كده احدد البعد بتاع القطاع العمودي على الاكسس اوف بيندنج، يبقى هو ده اللي ايه؟ ده اللي يبقى تربيع فين؟ في المقام، والبعد الثاني يبقى بدون بدون تربيع. فالواحد لازم ينتبه وياخد باله ان انا يعني ممكن يبقى عندي مومنت واحد، ممكن يبقى عندي تو مومنتس، ايا كان الوضع لكل مومنت اقدر احسب فين الاكسس اوف بيندنج وفين البعد العمودي على الاكسس اوف بيندنج، وبالتالي هو ده البعد اللي بيتربع فين في المقام. ايضا يعني ملحوظه، يعني جزء مهم، يعني في بعض الناس يعني اتكلمت في الجزء دوت بتسال، يعني انا طبعا عندي قطاع الخرسانه عرضه سي بي او له بعدين، بعد بي وبعد تي ايا كانت المقاسات. يعني طبعا القطاع بيكون فيه حديد، بيكون فيه مثلا سي 8 اسياخ، الاسياخ لها اريا زي ما الخرسانه لها اريا بي في تي، كل سيخ ليه اريا. فيعني لو انا عاوز احسب التوتال هجيب مساحه السيخ الواحد واضرب في كام؟ واضرب في 8. لكن هي الملحوظه ان السيخ بيشغل حيز من الايه؟ من الخرسانه. يعني لو انا شلت السيخ هيبقى في مكان السيخ فراغ، فبالتالي المفروض ان الخرسانه مساحتها مش البي في التي، لا ده مساحتها البي في التي مطروح منها 8 مساحات، 8 مساحات صغيره، 8 مساحات صغيره، وبالتالي جاء من هنا كلمه جروس. احنا طبعا عندنا حاجه اسمها نت وحاجه اسمها جروس، اريا جروس واريا واريا نت. طبعا احنا متعودين نقول اي سي اللي هي مساحه مقطع الخرسانه اللي هي البي في التي، وكنا دايما بننسى وبنهمل ان احنا نخصم من المساحه بتاعت الخرسانه مساحه مقطع الاسياخ، لكن كان في الغالب بنقول اي سي، وما بنيجي نحسب الاي سي بنضرب البي في التي، وكاننا بنتغافل يعني وجود الايه، او بنهمل او بنقول ده الجزء ده صغير يعني مش هيفرق كتير هنهمله كده. فدايما متعودين نقول اي سي، وفي بعض الكتب هتلاقيه بدل الاي سي هيكتب اي جي، جي من جروس وسي من كونكريت، وايه طبعا معناها ايه؟ اريا. يعني الرمز او الحرف ايه ده اختصار اريا، والجي اختصار جروس، وسي كونكريت. لكن طبعا زي ما في اريا جروس اللي هي البي في التي
ايضا في اريا نت اللي هي المفروض ان انا اطرح مساحات مسطحات الايه الاسياخ وكده يعني. لكن احنا طبعا هنشتغل على الاي سي اللي هي بتعني الاي جي او الاريا جروس، ان احنا نضرب المساحة طول في عرض ونهمل ان احنا نطرح مساحة مقطع الايه الاسياخ. طبعا موضوع الجروس والنت ده لو تفتكروا زي دايما متعودين في حياتنا نقول الوزن القائم والوزن الصافي، يعني النت والجروس. يعني لو عندي زجاجة فيها زيت، لو انا وزنتها فالوزن بيكون وزن الزجاجة زائد ايه الزيت، ده الجروس القائم يعني. لكن لو انا عاوز احسب وزن الزيت فقط فالمفروض اطرح وزن الزجاجة من الوزن الكلي يطلع لي الايه النت. لكن احنا طبعا هنشتغل على الايه على الجروس، وتجاوزا ممكن نسميه ايه ايه جي او اي سي. طبعا لما بيكون الحديد، دي معلومة اخرى نخلي بالنا منها، لما بيكون الحديد متوزع في القطاع يونيفورم بانتظام فانا بقول عليه ايه اس توتال، بيكون القيمة على بعضيها رقم واحد توتال، وبالتالي بحوله في الاخر لعدد زوجي من الاسياخ، وبوزع الاسياخ بانتظام على الايه على الفور فيسز على الفور فيسز. لكن لو الحديد كان على تو فيسز، يعني سي مثلا فوق وتحت مثلا، وهفترض ان المومنت بيعمل كومبريشن فوق وبيعمل تنشن تحت، فالحديد اللي في التنشن هنا بقى هسميه اي اس. هنا لازم افرق ما بين التنشن والكمبريشن. الحديد اللي في الكمبريشن هسميه اي اس اي داش، وبالتالي هنا جات النسبة الفا اللي هي بتربط الاي اس داش مع الاي اس، لان الاي اس داش في الغالب بيكون اقل من او يساوي الاي اس، وبالتالي الالفا هتكون اقل من او تساوي الايه او تساوي الواحد. فلو انا عرفت الاي اس اضربها في الالفا اجيب الايه اجيب الاي اس داش. طبعا انا لما بستخدم الانتر اكشن دياجرام انا بجيب الرو من الدياجرام، بعد كده لو ضربت الرو في الاف سي يو في 10 اس ناقص 4 اقدر اجيب الايه الميو. بعد كده لما بجيب الميو اضربها في الاي سي او الاي جروس اللي هي البي في تي اجيب الاي اس. لو الحديد هيتوزع بانتظام فبسمي الاي اس ديت بسميها الاي اس توتال، لكن لو القطاع فيه اي اس واي اس داش يبقى اللي انا حسبته هو الاي اس، ارجع اضربه في الالفا اجيب ايه الاي اس داش. طبعا في سؤال، لو انا بصيت للمساله اللي هي فيها اي اس واي اس داش، يعني من واقع ان الاي اس تحت والاي اس داش فوق، السؤال بيقول فين الاكسس اوف بندنج للقطاع دوت، وفين والمومنت المقابل هنسميه بقى اما التيمت اكس ولا اما التيمت واي، ولو انا بقسم في المقام مين اللي هيتربع، هل البي ام الايه ام التي. ايضا استكمالا للموضوع، هي يعني يمكن تكون موضوعات متنوعة شوية، لكن كل موضوع يعني هنحتاجه اكيد يعني. الجزء دوت كان المفروض ان يتاخد في البارت ايه، لكن يمكن احنا ابتدينا بالبارت بي النص التاني من الخرسانة واحد يعني، لكن يعني احنا هنحتاج الكلام بعد شوية. العنوان بيقول ايه time dependent volume changes. الخرسانة زيها زي أي ماتيريال بيحصل ليها تغيرات في الحجم، حجم الخرسانة بيتغير ممكن يزيد وممكن يقل، لكن زي ما العنوان بيقول الكلام دوت فانكشن في الايه في التايم، يعني بيحصل مع الوقت، يعني مع الوقت بيحصل تغيرات بالزيادة أو بالنقص في حجم ايه الخرسانة. طبعا هفترض على سبيل المثال لو انا عندي بلاط مثلا، وبعدين البلاط ده متعرض للحرارة، فالحجم بتاع البلاطة نتيجة ان هي بتتمدد بالحرارة وكده بيكبر. فلو المكان مش سامح بان هي تتمدد، مفيش مكان يعني في ريستريننج في قيد يعني ممنوعة، مفيش حيز تتمدد فيه، ففي الحالة دي بيتولد عليها ستريسز، وبالتالي ممكن يبقى فيه كراكينج وممكن يبقى فيه ديفليكشن، يعني شوف البلاطه بدات تخرج لبره وكان حصل ديفليكشن يعني، ويحصل كراكس وكده، لان البلاطه بتتمدد حجمها زاد مكان مش مكفي، ف يعني في قيد منعها من ان هي تاخد حريتها، فبيتولد فيها ستريسز داخليه، فالستريسز بينتج عنها كراكينج وديفليكشن ومشاكل وكده يعني.
الحاجات اللي ممكن تغير حجم الخرسانة أو الظواهر اللي عن طريقها حجم الخرسانة بيتغير، سواء بالزيادة أو بالنقص. عندي واحد الشرينكج، اتنين الكريب، ثلاثة الثيرمال ايه افكتس. طبعا الشرينكج ده انكماش، يبقى الحجم هيقل. الكريب بيبقى عبارة عن ايه، عن زحف، وممكن يحصل ايضا شورتنينج، يعني حاجة يعني ايه تقصر مثلا، يعني عمود عمال طوله يقل يقل. والثيرمال افكتس هنا بقى الحرارة ممكن تكون يعني تمدد، وممكن يبقى فيه انكماش، يعني على حسب درجة الحرارة بتزيد ولا ايه بتقل كده. يعني لو ابتدينا بالشرينكج، الشرينكج اللي هو الايه الانكماش، طبعا في نوع مهم جدا اللي هو الانكماش بالجفاف، يعني يمكن ده النوع الاساسي، ويمكن حتى يعني مجازا بنقول عليه شرينكج بدل ما نقول عليه دراينج. شرينكج ممكن يعني نقول عليه ايه مجازا ايه شرينكج. ده بيحصل انكماش لكن بالجفاف. طبعا الخرسانه لما بتكون لسه فريش وكده، وفيها ميه، وفي بقى حراره الشمس وكده، فبتبدا يحصل تبخر للطبقه السطحيه من الميه، فبيحصل جفاف، ففي جزء خرج، فالحجم بيقل، فبتبدا الخرسانه ايه تنكمش، كل جزء ينكمش مع نفسه كده، حجمه كأنه بيقل، لأن في حاجة خرجت، المية خرجت، فمكانها أصبح فراغ، فبالتالي الخرسانة بتنكمش. فلما بتنكمش بيبقى فيه كراكينج، بيبقى فيه كراكس. وأكيد إحنا عارفين إن إحنا بنحط حديد للشرينكج على أساس يقفل إيه؟ يقفل الكراكس. طبعا مع الوقت الظاهرة بتكبر، أو الانكماش بيزيد، بيزيد ايه بيزيد مع الوقت. زي ما في انكماش بالجفاف، وطبعا زي ما قلنا هو دل في الوقت، يعني بيعتمد على الايه على الوقت. الظاهرة التانية اللي هي ظاهرة الزحف او الكريب. الكريب لو انا جبت عمود وحملت العمود بحمل، وعاوز اشوف ايه اللي هيحصل للعمود. طبعا العمود عليه كومبريشن، عليه اكسيال لود كومبريشن، فعند تايم زيرو وقت التأثير بالحمل هيحصل سترين لحظي او شورتنينج، يعني العمود هيقصر في اللحظة اللي بأثر فيها بالايه بالحمل قيمة معينة. القيمة ديت هقول عليها ايه الاستيك سترين، سترين الاستيك حصل عند تايم ايه زيرو. طيب خلاص ده شيء له مبرر، ان في حمل والحمل بيضغط على جسم، والجسم ده يعني بينفعل، فحصل انخفاض في الطول، حصل شورتنينج، حصل سترين في لحظة التأثير بالحمل. طيب لو انا بقى سبت الحمل ده كما هو، يعني ما غيرتوش، بس ايه سبته فترة، وجيت بعد زمن عند تايم تي بلاقي ان السترين زاد، القيمة بقت اكبر من القيمة اللي حصلت عند تايم زيرو، حصل زيادة في السترين، حصل شورتنينج اكتر مع الوقت بالرغم من ثبات الايه الحمل ايه قيمته ما اتغيرتش. ولذلك بيقولوا على الحمل في الحالة دي ان هو سستيند لود، يعني حمل ايه حمل دائم. السترين الجديد ده بيسموه ايه، بيسموه سترين نتيجة الكريب، نتيجة الايه الزحف. طبعا يمكن احنا في الشرينكج كنا حاولنا نفسر ليه بيحصل الانكماش، قلنا ان في ميه بتخرج، فالطبقة السطحية للمية بتخرج من الجسم، فالفوليوم بيصغر، فكل جزء بينكمش مع نفسه كده، فبيبعد عن الجزء اللي جنبيه، وبيتكون الايه الكراكس. في النهاية حصل ايه نقص في الايه في الفوليوم. ايضا مع الاحمال حصل نقص في حصل شورتنينج، ومع ثبات الحمل انا كنت متوقع ان بعد فتره الاقي السترين ثابت ما بيتغيرش، لكن مع ثبات الحمل السترين بيزيد، فقالوا ان ده بسبب الايه بسبب الكريب. طبعا احنا عاوزين زي يعني نفسر ايه اللي بيحصل، يعني
ليه مع ان الحمل قيمته ما اتغيرتش، السترين عمال يزيد؟ بس احنا يعني نحاول كسؤال يعني نجاوب عليه تفسير لظاهرة الكريب، زي ما احنا يمكن عندنا تفسير لظاهرة الايه الشرينكج. يمكن الصورة ديت يعني فكاهية شوية، ف يعني ده شخص يبدو ان حصل له كريب وكده. تعال نشوف بقى ليه احنا يمكن دخلنا موضوع الكريب. يعني واحد يسأل كده، احنا عمالين نتكلم في موضوعات كده، لا هو الامور مرتبطة ببعضها، لكن هو يعني الواحد ساعات بيمهد لشيء على اساس يعني ممكن وقت ما نحتاج الكلام ما يكونش الشيء مش مفهوم او صعب وكده، يعني هو تمهيد عشان هنحتاجه بعد شوية وكده. العنوان بيقول كريب اند سستيند لودز. هو واضح طبعا ان الكريب هيحصل لو في احمال دائمة. يعني انا قلت انا حملت العمود وبعدين عند تايم زيرو حصل سترين اللي هو الالاستيك سترين، وبعدين سبت الاحمال كما هي. الاحمال اللي انا سبتها كما هي يعني بنوصفها بانها سستيند لودز، احمال دائمة. طبعا الديد لود اكيد هو حمل دائم سستيند. طيب اللايف لود موقفه ايه؟ ده بقى بيعتمد على طبيعة اللايف لود، يعني على حسب المنشأ. يعني مثلا احيانا بيبقى في ماكينة مثلا، والماكينة متركبة ومتثبتة وموجودة في كل الاوقات، فممكن اعتبر مع انها لايف لكن ممكن اعتبرها سستيند. الكود بيحدد لي قد ايه من اللايف هعتبره سستيند. فمثلا على سبيل المثال في المباني السكنية الكود بيقول ان 25% او ربع اللايف لود هعتبره مع الديد كأحمال ايه سستيند، ودي اللي هتعمل ايه، هتعمل او هتزود السترين نتيجة الكريب مع الايه مع التايم. طبعا انا لو تخيلت ان في تجربة وفي عمود في مبنى، وبعدين حملنا العمود فعند تايم زيرو حصل سترين، قسنا السترين ده اللي بنقول عليه الالاستيك سترين، بعد كده سبت العمود فترة من الزمن وبعد كده رجعت فلقيت السترين، طبعا في اجهزة قياس وكده، فلقيت العمود قصر اكتر، حصل شورتنينج بقيمة اكبر نتيجة الكريب ده مع الايه مع الوقت. طبعا يبقى احنا ايضا الكريب فانكشن في التايم، يعني بيعتمد على الوقت، لكن يعني في فرق بينه وبين الشرينكج ان الكريب ستريس ديبندنت، يعني لازم يكون في ستريس، لازم يكون في لود، لكن الشرينكج كان ستريس ايه اندبندنت، لكن الكريب والشرينكج الاثنين تايم ايه تايم ديبندنت. طب ايه المشكلة يعني، او ايه الهدف من الكلام ده كله؟ يعني الهدف او المشكلة ان مع الوقت العمود هيقصر، وطبعا الخرسانة سلوكها غير سلوك الحديد، يعني الكريب هيحصل في الخرسانة اسرع من الحديد. فلما يحصل شورتنينج والشورتنينج يزيد، فالسترينز الانفعالات بتكبر، وممكن بعد شوية تبدأ الأحمال تتنقل من الكونكريت لإيه للحديد، يعني كأن نصيب الحديد يبدأ يزيد، كأن الخرسانة نصيبها بيقل والحديد نصيبه يزيد، وبلاقي بعد شوية الانفعال في الحديد وصل لليلت، مع ان الاحمال سيرفيس لودز يعني مش التيميت، يعني انا في مرحلة الايه السيرفيس، الاحمال ديد وربع اللايف، لكن الانفعال يصل لليلد. ويمكن ده احد الاسباب اللي بتخلينا ما نستخدمش نظرية الوركينج في التصميم، ان هي مبنية على فرضية ان انا الاستريسز هتكون يعني ايه نسبة من الاف ييلد مثلا، يعني الاف ييلد مقسوم على سيفتي فاكتور، لكن مع الاحمال الوركينج نتيجة الكريب الانفعال يوصل لليلد، اذا الاستريس في السيخ وصل لليلد، يبقى ده شيء عكس ايه الفرضية. طب عشان يحلوا المشكلة دي عملوا ايه؟ الكود الامريكي حط قيد على المينيمم رينفورسمنت ريشيو للريبار للحديد الفيرتيكال
يمكن هي في الكود المصري 6 من 10 او 8 من 10، لا الكود الامريكي قال بالنسبه للاعمده الطايد وبالنسبه للاعمده السبايرال النسبه ما تقلش عن كام، عن 1%. وطبعا ايه السبب؟ السبب هو ايه؟ هو الكريب، ان العمود ده مضغوط والاحمال دايما ثابته مع العمر، فبيفضل العمود يحصل له سترين نتيجة الكريب، بيوصل في مرحلة ان السترين في الحديد بيوصل ايه لليلد. فعشان انا ما وصلش للمرحلة دي، فانا هخلي المينيمم لنسبة الحديد الرأسي ما تقلش عن كام، عن 1%. طبعا نرجع بقى تاني للانتر اكشن دياجرام، زي ما قلت يمكن هي احنا بنحاول ندي تفاصيل اكتر عن الانتر اكشن دياجرام وكده. في الانتر اكشن دياجرام في الريشيو اللي هي الاكسي، احنا عارفين الاكسي، يعني انا لما بيكون عندي قطاع سي مثلا في اي اس واي اس داش، واضح ان القطاع عليه بي والبي اكسنتريك، فانا هنقلها عند axis of bending ب بي و ام، فبالتالي في المسألة عندي ال axis of bending هيكون هو المحور الرأسي، ويمكن انا حاطط في اليمين هيبقى فيه compression ففي اي اس داش، في الشمال هيبقى فيه اي اس. طبعا المسافة اللي هي ايه between the centers of the outermost layer، يعني ابعد layer من اليمين ابعد layer من اليسار، بجيب السنترز واوصل المسافه، المسافه دي بتطلع اقل طبعا من التوتال ديبث اللي هو التي، فانا الريشيو سميتها اكسي مضروبه في التي، فالاكسي هتبقى عباره عن ايه؟ الريشيو اوف ذا ديستانس بتوين ذا سنترز اوف ذا اوتر موست لاير اوف بارز ان ذا فيسز بارلل تو ذا اكسس اوف بيندنج، لان طبعا الحديد هيكون محطوط على الفيسز اللي هي parallel للاكسس اوف بيندنج. الكلام ده متنسب لمين؟ للاوفر اول ديبث، للتي اللي هو الاوفر اول ايه ديبث. فالاكسي هي جزء من الواحد، طبعا هي اقل من او تساوي الواحد، لان المسافه ما بين السنتر الحديد على اليمين ابعد لاير وابعد لاير على الشمال في الغالب هتكون اقل من التي بنسبه الايه الاكسي. طبعا احنا قلنا ايضا من شويه لما نيجي نحسب الميو بنقسم الاي اس على الاي سي، واحنا قلنا الاي سي بقى هتبقى اللي هي الايه الاريا كونكريت او الاريا جروس اللي هي الايه اللي هي البي في التي، وهنهمل ان احنا نخصم المساحات بتاعت الايه الاسياخ. وطبعا احنا عارفين ان الميو هي بتيجي عن طريق الرو بضرب الرو في الاف سي يو في العشرة اس ناقص 4. طبعا انت لو بصيت في الدياجرام هتلاقي فيه راديال لاينز، يعني انت لو وصلت اي بوينت على الدياجرام بالاو هيبقى عندك او اي واو بي واو سي واو دي وهكذا. اي لاين له ميل، الميل هيبقى عبارة عن الرأسي على الايه الافقي، فانا اقدر اجيب الميل ان انا اقسم الرأسي على الايه الافقي. طبعا هشيل الحاجات المتشابهه مع بعضيها واشيل المومنت وحط مكانه البي مضروب في الاي، فبلاقي ان الميل بيطلع واحد على افتح قوس الاي على الايه التي. طبعا لو انا ظبطت بقى الامور هيبقى في النهايه السلوب هيساوي الايه التي مقسوم على التي مقسوم على ايه الاي. ده ميل الخط، لان انا ممكن عن طريق ميل الخط اقدر اعرف قد ايه الاكسنتريستي نسبتها من الايه التوتال ديبث ايه التوتال ديبث تي. طبعا واضح ان البوينت دي بيكون عندها بيور مومنت مفيش اكسيال لود، واحنا قلنا الكلام ده ممكن يتحقق لو الاكسنتريستي بايه بما لا نهايه، يعني لان طبعا كان اللود بزيرو، يبقى عشان يطلع في مومنت يبقى واللود بزيرو يبقى اكيد الاكسنتريستي بايه بما لا نهايه. طبعا البوينت ايه يعني زي ما قلنا عندها بيور اكسيال ايه لود، بيور اكسيال لود مفيش مومنت الحمل في المحور، واحنا قلنا الكلام دوت يعني كلام ثيوريتيكال، لكن اليوزابل الممكن ان انا اوصل للبوينت ايه بي. البوينت سي بيكون عندها ايه بالانسد فيلير زي ما قلنا، والبالانسد فيلير بيفصل ما بين الكومبريشن وما بين الايه التنشن.
الجزء اللي بعد كده بيقول يعني هل انا اقدر ابسط الانتراكشن ديجرام؟ يعني طبعا واضح ان الانتراكشن ديجرام عبارة عن كيرف، والكيرف عاوز بوينتس كتير عشان اقدر ارسم الكيرف، لكن هل انا اقدر ابسط الانتراكشن ديجرام مثلا لمجموعة من الخطوط لمجموعة من الخطوط؟ طيب ما نحاول نعمل كده، نرسم تو دياجرامز، واحد كيرفيد والتاني عبارة عن بوليجون، يعني مجموعة من الأضلاع خطوط متوصلة ببعضها، ونحطهم مع بعض ونشوف يمكن لو الفرق بسيط. طيب ما احنا أسهل إن احنا إيه نجيب إحداثيات البوينتس واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ونوصل بينها بخطوط وخلاص، يبقى الموضوع أسهل وأبسط وكده. يعني ده يمكن واضح في الرسم. احنا ابتدينا بالبوينت إيه، البوينت 1، والبوينت 1 بيكون عندها السترين يونيفورم طبعا. البوينت 2 احنا بنختار البوينتس المهمة لما نوصل بينها بخطوط، يعني يكون الحل بتاعنا قريب من الحل الصحيح وكده. يعني البوينت 2 اللي عندها السترين لو تفتكروا كان مثلث، اللي هي عندها الاونست اوف كراكينج، عندها بيبتدي الشرخ يحصل ان الخرسانة ما بتتحملش تنشن وكده. البوينت 3 ديت البوينت اوف بالانسد فيلير، وطبعا بيكون عندها السترين في الكومبريشن 3 من 1000، والحديد بيوصل لاول اليلد، ابعد لير من الحديد بتكون على اول اليلد. البوينت 4 ديت اللي هي طبقا للكود الامريكي اللي عندها ايه تنشن فيلير لكن بيكون داكتايل، فبيكون السترين في الكومبريشن 3 من 1000 وفي التنشن 5 من 1000. البوينت رقم 5 يعني هي مقابلة للبوينت رقم 1، البوينت رقم 1 عندها بيور اكسيال لود لكن كومبريشن، البوينت رقم 5 يكون عندها بيور اكسيال لود لكن تنشن، طبعا مفيش مومنت. انا طبعا واضح ان انا حددت احداثيات النقط من 1 ل 5، وصلت بين النقط، فواضح ان العلاقة قريبة من الانتر اكشن ديجرام اللي هو الصحيح وكده، لكن اسهل طبعا في الوقت وكده، واقدر اعتمد على السمبليفايد انتر اكشن ديجرامز في ان انا اعمل ديزاين للقطاعات. يمكن ده سؤال بس كده بسيط. السؤال بيقول ان يعني ان نقطة ال AA داش دي نقطة theoretical انا مش هقدر اوصل ليها، لان مستحيل او يمكن صعب ان impossible، يعني ان الحمل يجي في السنتر او في المحور، فانا بروح ل بعمل cut off، يعني بقطع جزء كده واللي فوقيه بيكون دوتد وبيكون اخري الجزء ده اللي هو الافقي. واحنا يمكن قلنا في حالة التايد، العمود التايد، كان الجزء ده اللي هو اليوزابل ده او البي التيميت ماكسيموم كانت بتبقى كام من البي التيميت ثيوريتيكال، كانت ايه؟ كانت 8 من 10. طيب الكلام ده لو احنا حاولنا نعمله للسبايرال بقى، يعني هل النسبة برضه هتبقى 8 من 10 ولا هتختلف كده؟ نحاول يعني كأن السؤال في له إجابتين، يعني إجابة مرة مع الطايد بنسبة، وإجابة تانية مع السبايرال بنسبة أخرى. وممكن في سؤال تاني برضه يمكن احنا يمكن نعرف نجاوب عليه بسهولة، بيقول what is meant by، يعني ما هو المقصود ب pure axial load؟ طبعا pure axial load اللي هو عند البوينت A داش مفيش مومنت، وهو نفسه الثيوريتيكال. وبعدين السؤال اللي بعد كده بيقول اليوزابل اكسيال لود اللي هو ايه الماكسيمم، الاثنين واحد، يعني هو السؤال الاول والثاني نفس الشيء، الثالث والرابع ايضا ايه بيتكلم عن نفس الايه الشيء. كده يعني نكون يعني انهينا المحاضرة رقم 14. يمكن يعني احنا ما زلنا يعني هنكمل كمان المحاضرة 15 مع الانتر اكشن دايجرام، لكن يعني هي موضوعات مرتبطة بالانتر اكشن دايجرام وكده، ولأهمية الانتر اكشن دايجرام يمكن احنا بنطول معاه شوية، الموضوع اساسي ومهم زي ما قلت مع تصميم الأعمدة ومع تصميم الشير ووز، فهو من الموضوعات اللي المفروض الواحد يعني يهتم بيها لأن دورها كبير. والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.